هذا ربي، هبات ربانية ونفحات إيمانية، بشرح ممتع لأسماء الله الحسنى مع الشيخ خالد الخليوي الجبار. ومن أسماء ربنا سبحانه وتعالى الجليلة، وكلها جليلة وعظيمة، اسمه الجبار، وهو العظيم الذي ينفذ مشيئته على سبيل الإجبار والقهر في كل أحد، وهو الذي يجبر الفقير بالغنى والمريض بالصحة والمحتاج بالعطاء والمضطر بالفرج. وهو من أسماء الله تعالى التي لم تذكر في القرآن إلا مرة واحدة، وذلك في قوله تعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وأمام هذا الاسم العظيم أقول: أولاً، يجب تعظيم الله تعالى ومدحه والثناء عليه بما له من صفات العلو والقهر والرحمة. ثانياً، التأمل في معاني هذا الاسم العظيم يثمر تواضعاً في القلب وانكساراً بين يديه سبحانه وتعالى وطمعاً في فضله. ثالثاً، ورد في الحديث الصحيح عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أخيراً، ابتعد عن المتجبرين وعن صفاتهم كي لا يصيبك مثل ما أصابهم من قبل. ومن صفاتهم الطغيان والاستكبار والغرور، ولكن حكم الله يلاحقهم أينما كانوا. قال تعالى في سورة إبراهيم: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. هذا ربي.